سليمان عبد الدهيم بيكرر اللي حصل من 50 سنة. كان بيحب نسيمة، فضل حاططها في دماغه وقتل جوزها واتجوزها، وحصل لها ايه بعد كده؟ دخلت مصلحة، وهيدخلك انت كمان وهيعيد التاريخ. خلصت كل اللي عندك؟ سليمان عبد الدهيم ده زي السرطان، لو اتمكن منك مش هيسيبك. انا بجد مش عايز اسمع ولا حاجة. طيب لو انا كذاب، البورتري ده بيعمل ايه هنا؟ اسم نادر الرفاعي ده انا بس اللي شايفه. سليمان عبد الدايم اللي انت عمال تشتم فيه من الصبح فضل مخلص لمراته اللي ماتت من 50 سنة وما اتجوزش لحد دلوقتي. يا ريتك يا اخي كنت عملت زيه. اتفضل.